الأسد والشوكة حكاية من التراث الروماني القديم. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي مكان ما من أفريقيا، راع طيب القلب. وفي يوم من الأيام ذعرت الخراف وهربت، فتعجب الراعي لذلك وقال: ماذا هناك؟ لقد كان أسدا وقد اقترب من الخراف وزأر ورفع رجله الأمامية. لقد اعتقد الراعي بأن حياته قد انتهت، وما هي إلا لحظات ويفترسه الأسد، لكن الأسد لم يهاجم الراعي. وفتح الراعي عينيه ببطء متعجبا من سلوك الأسد، وتعجب أكثر عندما رأى شوكة مغروسة في قدم الأسد. ها؟ هل تريدني أن أنزع الشوكة؟ حسنا. وتقدم الراعي من الأسد ونزع الشوكة من قدمه. هل أنت بخير الآن؟ ها؟ الحمد لله. ومضت عدة سنين. لقد كانت روما في حينه دولة قوية ولها جيش قوي. استطاعت روما أن تخضع العديد من الدول المجاورة لها، وتوسعت فتوحات روما لتشمل جانبا من القارة الأفريقية. لم تكن الدول الأفريقية آنذاك في وضع يمكنها من الدفاع عن أراضيها، فسقط العديد من القتلى وأسر الآخرون، وكان الراعي ضمن الأسرى. لقد داهم الأسرى الأفريقيين الجوع والمرض، ومات العديد منهم، ولم يصل إلا القليل القليل. لم يكن ينتظر الأسرى الأفريقيين سوى الظلم والمهانة. عليكم باستعمال هذه الأسلحة لقتل بعضكم البعض أمام سكان روما. يا له من أمر مهين، لقد استمتع الرومان بمشاهدتهم الأسرى يقتل بعضهم البعض. لا، لن نقتل بعضنا، نحن أصدقاء، تربينا سويا ونشأنا سويا، نحن مواطنون من بلد واحد. سوف تقتلون في كل الحالات عدا الأخير، سوف يطلق سراحه ويصبح حرا. واحد فقط، نعم واحد فقط سيبقى حيا. أسمعتم؟ واحد فقط أسمعتم؟ لقد تألم الأسرى لما سمعوه، وعرفوا بأن الموت ينتظرهم في جميع الأحوال. إن لم يكن على يد بعضهم فسيكون على يد الجنود الرومان. إذن القتال يعني الحياة للأخير. سوف أحارب. وأنا كذلك. أعطني السلاح. وأنا أيضا. وذهب الأسرى إلى الملعب عدا الراعي، لأنه لم يستطع أن يتصور بأنه سيقتل أحد أصدقائه. هل ستقاتل؟ أرفض استعمال السلاح، يمكنك أن تقتلني هنا، لن أقتل أصدقائي، لن أقتلهم أبدا. لا فائدة من قتلك هنا، سوف أدعك تموت هناك حيث يستمتع الجميع بمشاهدتك. ماذا؟ انتظر قليلا. وهكذا ذهب الأسرى يقاتل بعضهم البعض طمعا في الحياة، ودون أن يكون لهم رغبة في القتل. كفى كفى أرجوكم، كفى أرجوكم، لا يقتل بعضكم بعضا، كفى كفى.
سكان روما، لقد هيأت لكم هذا اليوم عرضا مشوقا. لقد شاهدتم العديد من النزالات الفردية. ستشاهدون بعد قليل نزالا بين أسير وأسد جائع لم يأكل منذ عدة أيام. وعندما أحرك يدي سوف يدخل الحلبة أسد سيمزق جسم الأسير، أليس ذلك مشوقا؟ انهض، جاء دورك، انهض أيها الراعي. وهكذا اقتيد الراعي إلى الحلبة. حسنا، دعوا الأسد يخرج. وتوجه سكان روما بأعينهم صوب الأسد والراعي متلهفين لرؤية الأسد وهو يمزق جسم الراعي المسكين. وحدث ما لم يتصوره العقل. لقد جلس الأسد إلى جوار الراعي بهدوء. لماذا لا تأكلني؟ هيا خلصني. ووضع الأسد قدمه على حضن الراعي جوابا على سؤاله. لقد عرفني. هذا صحيح، إنه نفس الأسد الذي أخرج الراعي الشوكة من قدمه. حدث ذلك قبل سنين. ماذا يحدث؟ لماذا لم يهاجم؟ هاتوا أسدا آخر. وفتحت الأبواب وقفز منها ثلاثة أسود وشرعت بمهاجمة الراعي. وحارب الأسد بقسوة لينقذ صديقه الراعي الذي أنقذه قبل سنوات. الأسود الثلاث أوقفت هجماتها خوفا من الأسد المدافع وتراجعت. أما سكان روما فلم يصدقوا ما تراه أعينهم، أسد ينقذ حياة إنسان. ولكن الإمبراطور الجائر صرخ قائلا: تحالف بين الحيوان والإنسان؟ أيها الجند اقتلوهما معا، هيا اقتلوهما، اقتلوهما معا، هيا اقتلوهما. ووقف الأسد أمام الراعي ليحميه من السهام، ولكن هل هناك أمل بالنجاة؟ بدأ الجنود في تصويب سهامهم ثم اصفحوا عنهما، اعفوا عنهما، انهما مسكينان، اصفحوا عنهما، اتركوهما. إنها أصوات سكان روما. اصفحوا عنهما. وأخذ الجميع ينادون بصوت واحد، ولكن لا أحد منهم يستطيع إيقاف القتال. ماذا؟ حسنا، اصفحوا عنهما. وأدخل الراعي وصديقه الأسد الحنان والمحبة في قلوب سكان روما المتعطشين للدماء.